خروج عن العالم بشكل كلي، هكذا يجد الصحفي محمد حفيظ حاله مع الانقطاعات المتكررة لخدمة الاتصالات عن محافظة مأرب، وهو أمر يتسبب بعرقلة أعماله وتوقفها كما يقول، ولا تسعفه بيانات الجوال لإيصالها في الوقت المحدد، خصوصا أنه يعمل مقابل القطعة وليس براتب شهري. أصبح وضع الصحفي وأيضا المواطن في وضع صعب جدا، يعني اتصالات منقطعة، تواصل منقطع، انترنت منقطع، خروج عن العالم بشكل كامل، وهذا يعرقل العمل وأيضا يعرقل المواطنين ويؤثر في نفسياتهم ويجعل من الأوضاع صعبة إلى ما هي عليه. ليس محمد وحده من يعاني من تردي خدمة الإنترنت، فغيره كثر ممن يعتمدون بشكل كلي في أعمالهم على خدمة الإنترنت كمحل الصرافة وغيرها، وهو أمر يسهل حله بأبسط الإمكانات إذا صدقت الحكومة في ذلك كما يؤكد خبراء اتصالات. ما يحصل عليه اليمن من كيبل واحد فقط لا يزيد عن 130 جيجا بايت، طبعا الجيجا بايت أو التيرا بايت يعادل 1024 جيجا بايت، فالباندويث الذي مع اليمن اليوم ما زال صغير جدا. ومسألة عدد النت وتبخر عدد النت، أنه هناك يعني كما قلت لك العصابة الموجودة في مؤسسة الرئاسة حاولوا أن يسطوا أو سطوا على كثير من المقدرات أو الميزان التي رصدت لعدد النت، وبالتالي أفشلوا هذا المشروع، وما جال هذا المشروع يعني لا يغطي أو يغطي جزء بسيط من مدينة عدن. المؤسسة العامة للاتصالات بمأرب أرجعت سبب الانقطاعات لمنع التحالف دخول الكابلات التي ستعمل على توسعة شبكة الإنترنت والاتصالات، فيما يبرر التحالف رفضه توريد الكابلات بأنها ستصل إلى المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء التي ترفض توريدها إلى السلطة المحلية بمأرب. بالنسبة لعدم عمل توسعة بالمحافظة فهناك عدة أسباب، ومنها عدم دخول المواد إلى اليمن، حسب إفادة الإدارة العليا بأن التحالف قام بمنع دخول المواد خاصة الكابلات هذه، وهذه الكابلات هي الشبكة الرئيسية، وعلى أساس السلطة المحلية بتعاون معنا وبيخاطبون التحالف، ولكن للأسف الجماعة من صنعاء كنسلوا الموضوع وقالوا بتكون مناقصة مركزية، ولا احنا قد عملنا مناقصة عدة مرات هنا على أساس الفرع بيتبنى الموضوع ونورد الكابلات، ولكن ردوا أن أخطاب بأن المناقصة ترجع مركزية. وحتى تستمر الخدمة يبذل فرع مؤسسة الاتصالات بمأرب جهودا كبيرة من أجل الحفاظ عليها وتوسيعها، إلا أن تلك الجهود تصطدم بالاعتداءات التي تتعرض لها الألياف الضوئية بين الحين والآخر، وما تسببه سيول الأمطار من ترد للخدمة وضعفها، ضعف يمكن التغلب عليه إن تم ربط الكابل الضوئي بمفرق الجوف ليغذي المحافظات الشرقية بما فيها مأرب. بين الرفض والممانعة تستمر معاناة أكثر من 3 مليون مواطن في الحصول على خدمة الإنترنت والاتصالات. خليل المليكي، قناة المهرية، محافظة مأرب.